السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، حيثما كنتم حياكم الله. نحن يوم الأربعاء 20 مارس، وهذا حديثي إليكم مباشر، والساعة الآن 3:00 بتوقيت الجزائر. هذا الحديث إن شاء الله ما يتجاوزش 20 دقيقة، وهو سيتضمن أساساً نقطتين أو 3. النقطة الأولى، كيف نتعامل مع القوى الخارجية التي تتدخل في شؤوننا علناً، والنقطة الثانية، كيف نتعامل مع الهاربين أو اللي راهم ينزلوا من باخرة السلطة التي تغرق، وآخرهم هذا نتاع الفلان وغيره. وهناك أيضا نقاط أخرى صغيرة سأعلق عليها سريعا، خاصة فيما يتعلق بالمظاهرات الحاشدة إن شاء الله ليوم الجمعة. طبعا شفت أمس وكان بما علقت عليه، كان ناس آخرين علقوا الموضوع أيضا وكتبوا نتاع لافروف، اللي هو كان تدخل روسي مباشر. طبعا هذا التدخل الروسي المباشر راح جاء او كانت مناسبته هو زيارة رمطان العمامرة الى موسكو، واللي بصراحة راح يطلب دعمهم دعمهم في عدة مجالات وفي عدة مستويات، وكنا تحدثنا على هذا بدون ما نرجع لهذه التفاصيل في الموضوع. النقطة الثانية التدخل الفرنسي. ماكرون أمس أيضا كان له حديث، وكان يقول بلي إحنا نريد أن يحدث التغيير، ويحدث التغيير نرافقه ونشجعه إلى آخر، يعني حديث على يعني كاد أن يقول بلي إحنا اللي درنا الرسالة اللي قرأها اللي نسبت إلى بوتفليقة، واللي فيها الحديث على جمهورية جديدة ونظام جديد، وكاد أن يقول ذلك. والصين كان لها موقف أيضا أمس، والحقيقة أن الموقف الصيني إذا كان فعلا هو ما يقولون سيفعلون، وإن كنت أنا دائما أشكك في هذه القوى الكبرى، الموقف الصيني كان هو الأفضل. يعني تحدث بصراحة الشعب الجزائري، عدم تدخل في شؤونه الداخلية، تقرير مصيره إلى آخره. لافروف أيضا تحدث عن هذه الأشياء، ولكن يتحدث على أنه يدعم ما تقوم به السلطة، يعني بمعنى أنه أخذ موقف واضح في قضية السلطة. الموقف الأمريكي كان أيضا أقل ربما من الوضوح نتاع الروس والفرنسيس، ولكنه شد العصا من الوسط، في حين أنه قال أن الشعب حق في التظاهرات و و و، وفي نفس الوقت قال أن السلطة تقوم بإجراءات ونحن نشجع على ذلك. هذه الدول كلها إخواني هي دول كبرى، مصلحتها الأولى والأخيرة هي التمدد، التوسع، النهب، السيطرة على العالم. هذه إمبراطوريات عالمية تصغر وتكبر أحيانا، ولكنها كلها الهدف الرئيسي نتاعها هو السيطرة على العالم، وهي تسيطر على العالم وتستعمر العالم بأشكال مختلفة، يعني وإن كانوا لا يتساوون، يعني لا يتساوى الصين، لا تتساوى بكل تأكيد مع السيطرة الأمريكية الواضحة في عدة أماكن إلى آخره، ولا تتساوى أيضا مع أماكن أخرى. عموما ما أريده هنا هو ليس الحديث عنهم هم، الناس من يتابع يعرف من هذه القوى وكيف تتصرف وكيف تعمل. أتوجه هنا مرة أخرى عار عليكم الاستقواء بالخارج، هذا الشعار إخواني نريده أن ينتشر في العالم أجمع، وأن يرفع في كل المظاهرات والاحتجاجات لكي نفضح هذه العصابة أمام العالم أجمع. عار عليكم الاستقواء بالخارج. كيف نتعامل نحن مع هذه القوى الخارجية؟ ننتقدها، المتحدثين، الكتاب، الشعراء، أي شيء، ننتقد هذه القوى الخارجية، ننتقد تدخلهم في شؤوننا الداخلية ونرفضه ونعلي رفضنا الكامل. ولذلك عار عليكم الاستقواء بالتدخل الخارجي، عار عليكم الاستقواء بالتدخل الخارجي، عار عليكم لا للتدخل الأجنبي، نرفض أي حديث عن تدخل الأجنبي إلى آخره. هذا ابتداء. الأمر الثاني هو أنه فيه ناس أرسلوا لي إذا حاصروا سفارات، وهذا الكلام ليس جديد وكنت تكلمت عليه من قبل، لكن نعاود نرد على الأسئلة، خاصة أن هناك شباب
طبعا يعاود يطرح السؤال لانه ربما ما شافش او ما سمعش او جهات معينه. نحن ما دام هذه القوى الخارجيه تتحدث فقط تدخل نتاعها كان دائما موجود. الفرق ما بين الان والماضي هو ان التدخل في الماضي يعني قبل هذا الانتفاضه المباركه كان تدخل غير معلن في الغالب سري، يتم عن طريق الضغط على هذه العصابات اللي هي في الحقيقه وكيله لهم وتقدم لهم الخدمات. الان اصبح معلن. نحن نقف امامهم، نرفع شعاراتنا، لكن لا نذهب لا الى سفاراتهم ولا الى قنصلياتهم ولا الى مصالحهم الموجوده، خطوط جويه، مراكز صحفيه، مراكز هذه ثقافيه الى اخره. لا نواجههم هناك ما دام انهم ما خرجوناش للعيب المعلن. ما دام موقفهم فقط في اطار الدعم لهذه العصابه ومشاريعها وفي نفس الوقت يتحدثوا على حق الشعب في تقرير مصيره والشعب في هذا، نقف نحن ايضا موقف ننتقدهم بشده، نرفع شعارات، حتى اذا شئتم ترفعون صور بعضهم وتدوسوا عليها بارجلكم، هذا مقبول ومعقول في الاحتجاجات. حتى اذا رفعتوا علم واحرقتوه او دستوا عليه بالارجل هذا مقبول ومعقول في الاحتجاجات. وهنا فقط نذكر من أن قبل سنوات رفع واحد أمريكي حرق العلم الأمريكي أمام البيت الأبيض فيما أتذكر، ورفع بعض الناس عليه أو بالحكومة الأمريكية رفعت عليه قضية أنه حرق العلم الأمريكي، فالقاضي الأمريكي قال أنه من حق هذا الشخص أن يعبر بكل الطرق وحرية التعبير مكفولة بما فيها حرق العلم الأمريكي. يعني أمريكي حرق علم أمريكي والقاضي الأمريكي كان معه، فاش ما يعقدوناش في الموضوع هذا. لكن مع ذلك أنا أرى أنه قضية الأعلام وحرقها من ليس الآن. إذا أخذوا خطوة متقدمة في دعمهم العلني للعصابة نأخذ نحن خطوات مقابلة، بمعنى أن خطواتنا تكون متوازنة في ما تقوم به القوى الخارجية في العلن أو ما نكتشفه حتى وإن قاموا به سراً. هذا أساساً في قضية التعامل مع القوى الخارجية. النقطة الثانية اللي حبيت إن وإذا كان فيها أسئلة والله إن شاء الله اطرحوها وفي المساء نزيد نجاوب عليها بإذن الله، وأيضاً غداً الخميس. النقطة الثانية الآن كما ترون يلتحقون بالحراك الشعبي بالانتفاضة المباركة. آخر الملتحقين والذي كفر بنبيه وهذا نتاع الأفلان بوشارب أو بوشوارب، كان قبل أسبوعين أو ثلاثة اعتبر أن الله أرسل إلى الجزائر بوتفليق، أرسله نبي رسول، مش حتى نبي، أعلى رتبة من النبي الرسول. هذا يكفر بنبيه الآن وينتقد ويقول أنه مع الحراك ومع الانتفاضة. قبل ثلاث أيام جاء من عند أويحيا أقدر شخص مدني في الجزائر، واحد أكبر المجرمين، جاء من عنده دعم الانتفاضة الشعبية. أمس الناطق باسم الأرندي ذهب إلى حد شن هجوم على الجماعة اللي كانت تحكم كما سماه هو بطريقة غير شرعية وغير دستورية، صح النوم، ويقول باللي احنا كنا في فلوكة واحدة، في باخرة واحدة نتاع التحالف الرئاسي. انتم لم تكونوا تحالف، كنتوا تعالف نتاع علف ونتاع نهب ونتاع فساد ونتاع تخريب. وقال اننا يعني كنا نمشوا. اذا صدقت فيما تقول فانت اقل شيء عليك ينطبق عليك هو انكم كنتم بغال، كنتم بغال يجركم الآخرين، لكن في الواقع أنكم كنتم أسوأ من البغال، كنتم منافقين، لأنك قلت أنت بلسانك أنكم كنتم عارفين أن العهد الخامس هذه خطأ وأنه ما لازمش نذهب إليها وأن ولكن تبعنا لأنكم منافقين، لأنكم طماعين، لأنكم كنتم تريدون السلطة والنهب والنفوذ وما ينبني عنه من ملذات وشهوات، كل دنياكم هي الشهوات
كل حياتكم هي الشهوات، خربتم وطن عظيم، وطن كبير دمرتوه، لكنه يحيى الآن وينتج ويكبر بإذن الله. كيف نتعامل معهم؟ ألا تلاحظون إخواني أن هذا جاء مع نحن كم اليوم؟ 20 مارس، 19 مارس. هل يذكركم 19 مارس بشيء؟ نعم، إنه يذكرنا ب 19 مارس 62 والتحاق كثير من كبرنات فرنسا الإداريين والعسكريين. يعني إحنا مرات نتكلم على العسكريين، رغم كانوا كبرنات فرنسا الإداريين، مع احترامي لإخوانا العرفاء والكبرنات الجزائريين اللي دائما نحييهم بالمناسبة. التحقوا في هذا الوقت، صف ضباط اللي كانوا عند فرنسا التحقوا في هذا الوقت، أغلبية كثيرة طبعا قبل، كان اللي كانوا التحقوا قبل بعد ما وصل ديغول للحكم، الماكر ديغول، وقال لهم بيير ميسمر في مقولة مشهورة عنه. بيير ميسمر هذا كان وزير الدفاع الفرنسي يومها، أو وزير الحرب والقتل بعبارة دق، قال لهم إننا الدولة الجزائرية ستولد والاستقلال على الأبواب، من أراد منكم أن يبقى معنا، جمع هذا وجمع الضباط، صف الضباط اللي كانوا جزائريين، من أراد منكم أن يبقى معنا فليبقى، ومن أراد أن يلتحق بالدولة الجزائرية الجديدة فنحن نرحب بذلك ونساعده من أجل ذلك، وهذا ما نفضله. وهكذا التحق عدد كبير جدا على رأسهم خالد نزار. وتعرفوا خالد نزار ودوره التخريبي الهائل، خاصة ابتداء 92 حين قاد انقلاب ضد الشعب الجزائري وأدخل البلاد في دمار هائل. إذن كيف نتعامل معهم؟ نحن، وأنا كنت من البداية قلت لما كانوا الناس يسألوني، قلت لهم خلوهم يتفككون، من يأتي إلينا، من يخرج من عند العصابة ويأتي إلينا مرحبا به باعتباره خروجه من عند العصابة، وليس مرحبا به باعتباره جزء من الانتفاضة. لا، كل هؤلاء بطبيعة الحال ما عندهم وين يروحوا، الناس تعرفهم، واللي ما يعرفهمش يروح عند الشيخ جوجل يسألوا ويعطيه التفاصيل. قبل أسابيع كانوا يقدسون بوتفليقة، كانوا يقدسون بحمده، كانوا قريب يقولوا هذا هو الله، هذا هو الرب. وقال أحدهم كما ذكرت أنه نبي، أنه رسول أرسله الله إلينا. الآن هم يلعنوا فيه، وذلك تشوفوا الأيام وشره جاي اللعن. اللعن اللي راح نسمعوه من عند هؤلاء يفوق كل لعن. سيلعنون بعضهم بعضا، ويكشفون بعضهم بعضا، ويفضحون بعضهم بعضا، ولا تتصورون. وتشوفوا التوبات، قالوا لي حتى هذيك اللي كانت تقول أنا عم نشيات إلى آخره، واحدة منهم هكذا كانت ملأ الضجيج، بدأت تكفر بربها اللي كانت تقدسه اللي هو بوتفليقة. نتعامل معهم، خروجوا من النظام، خروجوا من العصابة، خروجوا من البوفوار كما يسموه، وإن كان ماهوش بوفوار حقيقة، سيني بان بوفوار، سيتين بيغر الذي يحكم الجزائر، ماهوش ان بوفوار على قول الفرنسيس، سيتين بيغر حقيقة عصابة شيطانية. كل هؤلاء خلوهم يفكوا، الآن راه يتفكك، طبعا ما زال لم يسقط النظام، باش يكون الأمور واضح، ما زال لم تسقط العصابة، علينا أن نحذر جيدا باش ما يخفوناش، لأن التحاق هؤلاء وكانوا يظهر بأنهم خلاص انهزموا، لا، لم ينهزموا بعد، هم ينهزمون. كاين عبارة بالإنجليزية they are losing، يعني في استمرار، هناك انهزام الآن، يعني مرحلة الانهزام والسقوط، لكنهم ما زال ما انهزموش، ينهزمون بعد ما يتم الإطاحة بهذه العصابة كلها، وتبقى القضية وتسلم للشعب الجزائري، يسلم أمره وهو تقرير مصيره بيده. وهذه راح تأخذ أسابيع ربما أشهر، لكن قد تسمعون غدا إعلان من أن بوتفليقة لن يذهب بعد 28 أبريل. نحن في الحقيقة الشعار اللي نرفعوه يا بوتفليقة ما تزيدش دقيقة، لا ننتظر حتى 28 أبريل،
28 أبريل يريدون يربحوا الوقت، لأنهم عارفين بعد 28 أبريل أولين يدخلوا في أزمة دستورية لأنهم عبثوا بالدستور. لكن الشيء اللي حابينهم يكسروه هو أنه رمضان سيكون على الأبواب. رمضان هذا العام سيكون على الأبواب، لست أتذكر إذا كان راح يكون، ممكن يكون في 10 ماي، صلحوني إذا كنت غالب. معناها رايحين يتلاعبوا على أساس أنهم خلينا ندفعهم في اتجاه رمضان، وبعد رمضان يجي الصيف وهكذا تخف ويقعدوا هما يتلعبوا. لأن ما هو الهدف، ما هو الهدف نتاع الجماعة هذه؟ الهدف نتاعهم، الهدف الأسمى، أن يبقوا وكلاء عند القوى الاستعمارية. ولكي يبقوا عند القوى الاستعمارية وكلاء ودولة وظيفية ونظام وظيفي وعصابة وظيفية، الفوريجينيري لو سيستيم، الفوريجينيري لو بوفوار، لو ريسيكلي، نجيبوا نظام جديد، نفس التصرفات، نفس السياسات، نفس الأساليب، لكن نبدلوا الأشكال، نبدلوا الألوان، نبدلوا الأشخاص. كما هذاك التاجر اللي تفشله السلعة ويروح يعاود يبدل لافيترين ويبدل الموضوعات. احذروا هذا، احذروا إخواني هذا، لن نقبل منهم إلا الرحيل. والرحيل معناها الرحيل، وترحلوا معناها ترحلوا، هذا لا نقاش فيه. هذه هي الشعارات اللي نرفعوها رفعت وزالت ترفع في هذه اللحظات. حدث فيكم الآن في مظاهرات وترفع في هذه الشعارات، عار عليكم الاستقواء بالخارج، عار عليكم الاستقواء بالقوى الاستعمارية، عار عليكم هذا الأفعال والتدخل الخارجي اللي راكم تطلبوا فيه. والطغاة دائما يأتون بالغزاة. إخواني، هذا مهم أننا نسحب ونفكك هذا النظام، ولكن لا نسمح له بأن يعود وينتج نفسه من جديد سور السيكل سور الجنير أبدا. هذا هو مهمتهم، والمهمة الفرنسوية والأمريكية والصينية والروسية والخليجية الآن هي إعادة بناء هذا النظام الذي يسقط أمامهم ويتفكك أمامهم، وهم مخلوعين ومرعوبين، ولم يكونوا يتوقعوا هذا، ولم يكن أحد يتوقع هذا. شيء آخر أختم به، أو شيئين، سمعت أن بعض الناس قالوا أن تكون في مظاهرات على عند المرادية وعند إخواني. لا تذهبوا إلى مراكز الحكم ما دام العصابة لم تقم بالقمع، فنحن لا نواجهها أو نهاجمها في مقرات الحكم حتى لا نعطيهم فرصة، لا نعطيهم فرصة باش يطلقوا الرصاص ولا يطلقوا قنابل ولا. لا تذهبوا إلى مقرات الحكم، لا المرادية ولا وزارة الدفاع ولا مقر المخابرات أبدا، مدام مازال هما ما بدوش بالشر وما بدوش بالقمع، حتى وراهم يحاولوا التدمير من الداخل، يحاولوا زرع الفيروسات، يحاولوا بعثين حتى هذا جنرال المخابرات الجديد تاع الشؤون الخارجية، هذا بن داود واحد من أفسد الجنرالات، بعثينه كاش ما يقدر يكسر في الخارج. لن تستطيع أن تفعل شيء لا في الداخل ولا في الخارج. إذن إخواني، ما تواجهوهمش في مقرات الحكم، ولا تسمعوا لأي واحد يقول لكم نروحوا لمقرات الحكم نهجموا فيها. إذا كان عن حسن نية فهو لا يفهم كيف يكون الصراع، وإذا كان عن سوء نية فطبعا من باب أولى. النقطة الأخرى، لا نقبل أي حوار معهم، أي حديث معهم، أي واحد يشارك في حكومتهم يشارك في حواراتهم فهو أقل شيء، أقل شيء غبي إذا لم يكن خائن، لن نقبلها أبدا. وشعارنا أيضا من اليوم غدوة وبعد غدوة، الأخضر الإبراهيمي يا خائن عد من حيث أتيت، رمطلع مامرة يا خائن عد من حيث أتيت، الأخضر الإبراهيمي واللي منين جيت روح لباريس، رمطلع مامرة روح لباريس، هناك تقيمون وهناك تعيشون وهناك تقدسون كل شيء. وليتكم كنتوا تعيشون مع الجزائريين اللي يعيشوا هناك، إنما تعيشون في عالم آخر من عوالم الزهو واللهو والفساد بلا حدود. إذن نتحاور معهم الشعب ومن يمثل الشعب حينما يعلنون رسميا أن هذا النظام قد انتهى، أن هذه العصابة قد سقطت، وأن الآن بعض الجنرالات يريدون أن يلتقوا بعض الناس ليسلموهم الحكم حتى لا تحدث فوضى في البلاد في هذه مرحلة السقوط والصعود الشعب ومن يمثله. هذه هي
الحالة الوحيدة اللي نريد أن نتحدث إليهم. ما عدا هذا مشاريعهم، حكومتهم، نظامهم الجديد، جمهوريتهم الجديدة، كلها تحت أقدامنا، كلها تحت أقدامنا، لا تساوي شيء. وإن هي إلا بضعة أيام إن شاء الله، وسترون لنا العمامرة والأخضر الإبراهيمي قد هجوا وهربوا وراحوا مثل مع الهاربين. الآن كنت تشوفهم يبيعوا في أملاكهم، كلامي قلت لكم قبل بضعة أيام، أكدت أمس وكالة أنباء بما فيها دوتشي فيلا ووكالة أنباء عالمية، قالت أن كبار الناس في السلطة وفي الاقتصاد وفي رجال نهب المال راهم يصفون في أملاكهم. ولذلك مرة أخرى إخواني، لا تشتروا من عندهم شيء، لا تشتروا. الفيلا اللي يحيى حبي يبيعها بخمسين مليار، راكم من بعد تلقوها بخمسة مليار ولا بثلاثة مليار ولا بأقل. وكذلك الشقق والأراضي والشركات وكل شيء سيتهاوى كما تهاوى اللي قبلهم الكولون قبل 57 سنة بالضبط. في مثل هذه الأيام قبل 57 سنة كان الكولون يفرون ويهربون، وكان الشعب الجزائري يستولي على تلك الأملاك حتى بدون مقابل. طبعا نحن لا نطلب من الناس أن يستولوا على أملاك أي شيء، لأن هذا ملك الشعب الجزائري ككل، وستقسم كل ثروة الشعب الجزائري بالعدل وبالحق وبالصدق، وللفقراء هم الأولى، واللي ما عندهمش هم الأولى، والناس المسحوقة هي الأولى، والناس المعاقين هم الأولى، والناس اليتامى هم الأولى، حتى يعود المجتمع ليعيش من جديد في تكافؤ وتكاتف، وليس طبقتين، طبقة اللصوص الكبار الذين نهبوا البلاد، وطبقة الشعب العامة التي تعاني، حتى اللي عنده مدخول معقول يعاني في كل شيء. حياكم الله إخواني أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.